طيب كده رسمنا رسمتين اللي هو الفيلد سبلايس والكونكشن بين السترينجر والكروس جردر. عايزين نرسم رسمة ثالثة. الرسومات اللي جايه دي كانها هتبقى سكتش. لو انا عندي كاميرا ادي المين جردر اهي اللي انتوا كلكم رسمتوها، وادي كاميرا الكروس جردر، تمام كده. مطلوب منك تعمل الكونكشن بين كاميرا السترينجر وبين كاميرا الكروس جردر والمين جردر. هتعملها ازاي؟ انا عندي لو دي كاميرا المين جردر، ودي الديتيلز اللي احنا بالمناسبة كنا ايه كنا بعتناها يعني. طيب انا عندي ادي الكروس سكشن بتاع كاميرا المين جردر، وادي الاليفيشن بتاع كاميرا الكروس جردر. فهاجي قطع المين جردر كاملة اهي، هاجي اجيب الاليفيشن بتاع كاميرا الكروس جردر. طيب انا هربط ازاي بين الاتنين دول؟ عندي عايز اطلع كاميرا الكروس جردر، عايز انها تطلع كانتليفر، تبقى ريجيدلي كونكتد مع كاميرا الكروس جردر ويطلع منها كانتليفر الناحية التانية. نعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق استغل الاستيفنر اللي هو اسمه كان الاند بيرنج او الانترميديت بيرنج استيفنر اللي احنا كنا عاملينه. الاستيفنر ده كان ارتفاعه قد ايه؟ كان اتش ويب على 30 زائد 5، فانا عندي 300 على 30 زائد 5 يديني 15 سنتي. فهاجي اخد اوفست من الويب كده، خط دي خط كان 15 سنتي اهو، 150 ملي، ماشي. ده كده مين؟ ده كده الاستيفنر اللي عندي. طيب الكلام ده في حالة ايه يا باشمهندسين؟ الكلام ده في حالة ان حضرتك مش هتعمل، يعني هنعمل هنا vertical bracing. طب لو مش هعمل هنا vertical bracing وعندي inverted U، فقلنا بنطلع من هنا 60 سنتي، يبقى 600 اهو، ويبقى ده كده انتهاء مين؟ انتهاء الاستيفنر اللي عندي. وده الفلانج بتاعت الاستيفنر دي نشوف طلعناها من الديزاين كام، طلعت 10، طلعت 15 ملي. اجي ارسمها وعندي هنا نفس الكلام، واوصل هنا بين المسافة دي اهي، واعمل هنا اوفست 15 ملي. يبقى كده ده مين؟ ده ادي الاستيفنر عندي في الجنب اللي ايه ناحية الكونكشن بتاعة الكروس جردر. الحل اللي احنا رفعناه حل من الحلول المتاحة، وممكن حل اسهل شوية ان احنا نعمل ايه، ان احنا نيجي نربط الكاميرا الكروس جردر مع الاستيفنر ده ريجيدلي كونكتد هنا على طول، ماشي. او ان احنا ممكن نعمل الحل اللي انتوا شفتوه. تعالوا نعمل الاتنين كده. لو انا جيت خدت ادي هيد بليت 20 ملي اهو، ده كده رابط ملحوم مع كاميرا الكروس جردر، وطالع عندي هنا الاستيفنر اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينه، وباجي احط هنا بليت يسد الفجوة اللي في الحتة دي. طيب لو انا جيت عملت المنظر ده هقدر اربط بعدد من المسامير، بس المسامير دي هتكون شايلة ايه يا باشمهندسين؟ هتكون شايلة شير. فهاجي اهو امشي ايدج ديستنس 50 ملي مثلا. طبعا انت دي بتبقى كلها سكتش، بس دايما المقصود بكلمة سكتش ان انت تفرض فرض وتمشي على الفرض بتاعك.
يعني انا اعمل ايدج 50 وبيتش 100 واعمل اري اهو. طيب انت عدد المصابير ده شير رياكشن مين؟ شير رياكشن الكروس جاردر، فشايل شير كبير، فانا اعملها كانها شير كونكشن. كاميرا الكروس جاردر هيحصل لها روتيشن كبير نوعا ما، فانا هاجي لو ده القطاع الناحيه دي فيبقى القطاع الناحيه التانية بالمنظر ده، وبرده الاستفنر الناحيه التانية هيبقى بنفس الايه بنفس الكلام. طيب التنشن بقى اللي موجود، انا عندي فيه مومنت هنا ومومنت هنا، عايز انقل المومنت ده من الناحيه دي للناحيه دي، فاحط كفر بليت فوق، اجي احط البليت الصغير ده الاول كده، وبعد كده احط كفر بليت فوق كده يجي يربط لي الاثنين الابر فلانج والابر فلانج هنا مع بعض، واجي اربط الكفر بليت ده بمسامير اهي. الكفر بليت ده نعمله تقريبا قد الفلانج بتاعه الكروس جاردر، وبرده نفس الكلام هترص المسافات ازاي 50 وبعد كده 100 وعملنا الكلام ده كده. ده عدد المصابير اللي يقدر يشيل الفورس من الناحية دي للناحية التانية. طيب اللي هنا نقدر نحط بليت علشان البيرنج قصاد اللور فلانج، وابقى كده تقريبا حليت المشكلة. عشان احلها كاملة بقى يبقى اخد نفس عدد المسامير انقله الناحية دي خلاص اهو. كده انا ربطت مين؟ ربطت الكروس جيردر مع المين جيردر ريجيدلي كونكتد. هاجي على نهاية طول الكانتليفر، وقلنا بننزل نص مين الارتفاع ينزل 600 فقط، وبعد كده اوصل الاثنين دول ببعض، وادي الفلانج كانت 25 ملي، ويبقى الخط ده انا ايه انا مش محتاجه. كده رسمنا الستيل. عايز ارسم بقى التقفيله كامله. الستيل ده كله كان محطوط ليه؟ كان محطوط علشان يشيل سترينجرز صح كده. فلو انا جيت حطيت سترينجر اهو بالكونكشن بتاعته مع الكروس جيردر كاملة اللي احنا عملناها دي اهي، ادي مكان السترينجر جه هنا. السترينجر ده انا عند ارتفاع الكروس جيردر هنا اكبر من متر، فبتحتاج فيرتيكال ستيفنر. طب الفيرتيكال ستيفنر ده بيتحط ازاي؟ بنعمله بولتد. يعني هي الناس مستغربة المنظر اللي تحت، لا بنحط سنجل انجل بولتد تحت مين؟ تحت السترينج. تمام كده. ليه بنعملها كده؟ علشان سهولة التركيب لو عملتها ويلدد ماشي، كمان علشان ما تأثرش على الفتيج اللي هو بالستريس بتاع الكروس جيردر. فبنيجي نعمل الاستيفنر ده يبقى ايه؟ يبقى بولتد بالشكل ده علشان اللي هو بالستريس بتاع الفتيج ما يضعفش، لان انت بتعمل ترانسفيرس ويلد في مين؟ في كروس جيردر ويب. كده انا عملت ايه؟ عملت سترينجر وعملت الكونكشن بتاعت الكروس جيردر مع المين جيردر. هاجي نفس الكلام ممكن نعمل ادي سترينجر كان اللي هو الايدج سترينجر. تفاصيل بقى البلاطة الخرسانة، قلنا بنطلع هنا 200 اهو و200 زيها، ومن عند الويب اجي نص الويب بتاع المين جيردر معلش دي كانت 250 اطلع هنا 50 كمان. طيب البلاطة انا بعملها ازاي؟ قلنا بنطلع من هنا زاوية 45 درجة، ومن الناحية دي برضو نفس الكلام، واجي اخد اوفست من ده 50، يبقى كده جبت مين؟ جبت الاند بتاعة البلاطة الخرسانة. نفس الكلام هنا على زوايا 45 اهو، اوصل دي واعمل ادي
ده كده اللور اند بتاعة البلاطة الخرسانة، وبعد كده هعمل تخانة 200 ملي. وهعمل فيلت للكلام ده كله. خلاص يبقى ده كده شكل مين؟ شكل البلاطة الخرسانة. طيب عندي بقى في سترينجر كنا بنحطه هنا، السترينجر ده قطعه يبقى كام؟ يبقى يو بي ان سكشن. ممكن اجيب اليو بي ان 240 اهي، هتسد لي الايه الموضوع. دي اليو بي ان 240، واجي احط اليو بي ان دي فين؟ مكانها هنا كده. كده انا رسمت مين؟ انا رسمت اليفيشن كامل، فاضل عليه ان انت تكتب دايمنشنز وتكتب البيانات بتاعت الحاجات دي كلها. انا اجيب البيانات منين؟ الحاجات اللي احنا كنا كتبناها هنا كلها هنا تقدر تاخدها تشتغل بيها على ادي السترينجر. فانا كده عملت الحته دي، اطلع دي كده علشان عايزين نهشر البلاطه الخرسانه، فاجي اعمل خط قطع هنا. طيب عايز اهشر بقى هاتش خرسانه فوق، فاجي على الحته دي اشرها، ده الهاتش بتاع الخرسانة. ايه الفرق بينه وبين الهاتش بتاع الستيل؟ ان هو بيبقى مايل على 45 درجة خطوط متباعدة، لكن الستيل بيبقى سوليد. فانا كده عملت الهاتش بتاع مين؟ بتاع الخرسانة. طيب هاجي بعد كده اكتب بقى البيانات، باقي البيانات بتاعتي. قطاع الكروس جاردر كام؟ ادي قطاع الكروس جاردر اهو، واحط هنا الداتا بتاعت المسامير دي، واكتب على دي انها ار سي سلاب اهي 200 مليمتر ثيك. ده كده مين؟ ادي الكونكشن بين البلاطة الخرسانة و او شكل البلاطة الخرسانة على السترينجر والكروس جردر. هتلاقي بقى فيه تفاصيل كتيرة. ممكن الاستيفنر هنا يتعمل رأسي ونربط الكانتليفر معاه، مش مشكلة ماشي يعني. برضو ايه اجي اشاور على دي عشان الناس ما تبقاش هتبقى مستغرباها، فاقول له ده 1200 على كام؟ على 600. ليه؟ ايه بقى اللي فرق دي عن دي؟ هنا 1200 الدبس وهنا 600، فيبقى ده 1200 على 600، وتخانة الوب 10 والفلانج كام؟ الفلانج 25. بعد كده قطاع المين جردر اللي احنا كنا كتبناه هنا هو هو اللي اخده ليه الكلام ده، وده كان الاستيفنر بتاعي اللي هو الانترميديت بيرنج استيفنر. واكتب ابعاده اللي طلعت من الديزاين لو انت عملت له تصميم، لو ما عملتلوش تصميم اكتب الابعاد اللي انت فرضتها ورسمت بيها. ده كده لحد دلوقتي الاليفيشن بتاع كاميرا المين جردر، الكروس جردر مع المين جردر. ممكن تتعمل بطريقه تانية، طب ممكن تتعمل بطريقه تانية يعني، لو انت مكسل شويه انك تعمل الكونكشن الاوبر بليت ده، وهو ليه اهميه بالمناسبه يعني، يعني ممكن نمد البليد ده لفوق شوية ونخليها تبقى مومنت كونكشن من هنا يعني. بس هو الشكل ده أضمن وألطف. لحد هنا يعني فاضل بس حاجة أخيرة، إن احنا نعمل ديتيلة بتاعت بريسنج. تخيل عندنا كده أنجل 110 اللي انت طلعتها من الديزاين، هي بتبقاش 110 بصراحة يعني. لما تيجي تعمل ديزاين البريسنج قدام شوية، فاكرين لما كنا بنيجي نرسم الكروس بريسنج هنا او الفي بريسنج، فكان هو بيطلب منك الديتيلة دي. الديتيلة دي يعني بتترسم ازاي؟ اول حاجة علشان تعرف ترسمها ارسم سنتر لاينز،
ادي اعمل دي زاوية 45، هي مش 45 على ملا، حتى صعب انها تطلع 45، فاعمل ادي زاوية عشوائية ما بين 30 و45 كده. بعد كده وقع عليها انجلز، لو هو اداك قطع الانجلز خدها، ما ادهلكش افرضها انت. قطعة البريسنج دي بتطلع في الغالب انجلز 120 و140، فاحنا هناخد ادي 120 في 12 اهي. بتروح تبص على في الجداول على الايدج ديستنس، انا بصراحة مش هبص، انا باخدها تلت تلت الارتفاع، فهمشي المسافة دي كام، تبقى 40. خلاص كده انا رسمت مين، ادي الانجل دي اهي، وعندي الممبر ده عايز ارسم له برضو الانجلز بتاعته، فممكن اعمل الدياجونال ده، ممكن تطلع الانجل بتاعته ايه، دبل انجل 100 في 10. فاحنا رسمنا قبل كده الانجلز 100، اجي اهو اعملها ارسمها هنا برضو نفس الكلام، لما تيجي تعمل لها الاوفست بتاعها اللي هو كنا بنسميه الجيج لاين يعني، فبيبقى اخد مسافة كام، التلت يعني، اخد دي 33 ملي، وبقى كده رسمت الانجلز اللي عندي. طيب كده رسمت مين، رسمت ادي الدياجونال الناحية دي والدياجونال الناحية التانية، اعمل لهم ميرور. بنيجي نعمل هنا اوفست 10 ل 20 ملي هنا في الكباري، يعني بنكبر الاوفست دي شوية، وبعد كده اخد من هنا خط عمودي بالمنظر ده، اعمل تريم، اقطع الحتت الزيادة. انا كده بس بجيب نهايات الممبرز اللي عندي. خلاص انا كده وقفت الممبرز اهي وجبت نهايتها. الخط ده مش داش، ده سوليد انا شايفه. اجي اربط بقى العدد المصابير، عدد المصابير اللي انت هتحتاجه هنا كام، يعني ممكن احتاج 4 مسامير ولا حاجة، فاعمل دي 50 اهي، واجي اجيب مسمار من اللي احنا رسمناه قبل كده في نص المسافة، وخلي الكروس بتاعتك تبقى موازية للميل بتاع الانجل. كده رسمت ايه، احنا كنا قايلين عايزين 4 مسامير فقط يعني اهو بس، يبقى انا كده جبت نهاية الجاست بليت. مش عايز، خلاص انا برسم دايما ازاي يا باشمهندسين، باخد ايدج ايدج ديستنس بيتش 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 ايدج، دايما الايدج ديستنس نص مين، نص البيتش ديستنس. هاجي بعد كده اعمل ميرور للكلام ده اهو بنهاية الجاست بليت، وبعد كده اوصل بين الكلام ده، يبقى ده شكل مين، شكل الجاس بليت. طب ها الجاس بليت هتربط ازاي مع اللور كورد، بيتربط بولتد برضو، اشتغل على ايدج وبيتش مالهم. نعمل دي في نص الارتفاع، واشتغل تقريبا على الماكسيموم لان الفورس معديه من هنا لهنا، مش عن طريق المصابير، عن طريق مين، عن طريق الانجل. طيب الاي ماكسيموم والبي ماكسيموم بيبقوا بكام هنا في الحالات، في الحاله دي ممكن تشتغل بالرقم بتاع 6 الفاي ده، مع انه مش مظبوط، بس يعني الدنيا مش ايه، مش هتهد. ف 3 في 20 ب 60 مللي، و اخد 120 ملي از بيتش، وبعد كده ري هم، ابقى كده خلصت الكونكشن اللي عندي. بعد كده اعمل ايه، اكتب بقى دايمنشنز واعمل خطوط قطع، يعني المفروض ما تبقاش الكونكشن راسم انت خطوط كتيرة او كده وبعيدة. هاجي اقطع، عملت
ده بيبقى سنتر لاين، فاجي اديله الانديكيشن بتاعه اللي هو السنتر، او معلش ماشي. المسامير ادي بقى ايدج وبيتش ديستنس لازم تكتبهم، او اللي انت شغال بيهم. مش معنى كلمة سكتش يا باشمهندسين ان انت ترسم اي حاجة وخلاص، لا، المفروض ان الرسم ده يكون انت بترسم هو قال لك درو وذ سكيل، يعني انت ارسم بسكيل، ما تضربهاش في الاخر يعني. بعد كده شاور على الانجلز واكتب له ان انت استخدمت انجلز قطاع كام، اهو انت اكتب ان دي 2 انجل 120 في 12 ماشي، ودي هتبقى 2 انجل 100 في 10، واكتب ان البولز المستخدمة هنا هي كانوت، يعني بولز ار ام 20 جريد 10.9. خلاص كده يبقى انت ايه كتبت له كل البيانات اللي هو عايزها، وتبقى دي كده الديتيلة بتاعت البريسنج اللي هو ايه اللي الدكتور عايزها. الديتيلة دي والديتيلة دي المفروض ان انت تعرفهم من قبل كده، فعشان كده ايه وحتى دي اتشرحت في المحاضرة، فالناس اللي تذمرت من الديتيلز ما اظنش ان هما كان ليهم حق ان هما يتضايقوا يعني، بس مش مشكلة يعني. ان شاء الله نحاول نعمل ميتنج بعد كده قبل الامتحان، علشان واكتر من ميتنج يعني، ويكون مطول شوية علشان لما الناس تذاكر نحاول نحل المشاكل اللي هي قابلتهم. والرسم ده انا هطبعه PDF وابعته لكم برضو على الجروب، يبقى كله حتة واحدة. طيب الناس اللي كان عندها بالمناسبة بوني بريدج مش ديك هتبقى مقلوبة، يعني الشكل ده كله مقلوب بس ما عدا البلاطة هي اللي هتبقى ايه لفوق يعني. يعني الكونكشنز دي كلها كانت هتبقى لتحت، ما فيش كانتليفر طبعا، البوني بيبقى ايه من ناحية واحدة، فما فيش الحتة بتاعت الكانتليفر دي ملغية. انت فهمت ازاي بتعمل كونكشن فتقدر تكاريت الحتة الباقية. نتمنى نكون فدناكم وما ضيعناش وقتكم، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا، مع السلامة.